بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذه الجائحة أو هذا الطاعون الذي مر بالعالم كله إنما هو جائحة يجب علينا نحن المسلمين أن نتأمل كثيرا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه ونأخذ بجميع الأسباب فإن الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر من الإيمان بالله وبقدره خيره وشره وره خلوه ومره. فمن هذه الأسباب أيها الإخوة تغذية الفم وتغذية الرأس وتغذية الفم وعدم الخروج إلا لهذا وعدم الاختلاط بالناس فهذا له أصوله. فإن عمرو بن العاص لما جاء طاعون أمواس قال للناس إن هذا الوباء مثل النار فمن ابتعد عنه فإنه سينجو إن شاء الله. إذن علينا أن نبتعد وأن نأخذ بالتعاليم كلها. أيها الإخوة إن الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى من صميم ديننا ومن صميم عقيدتنا. فلذا نجد العلماء كلهم وضعوا في كتبهم باب الطاعون ليحذرنا إذا وصل هذه. لا شك أن الطواعين إذا وصلت إلينا فإن من صبر عليها فإن له أجر الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأداب أيها الإخوة غسل اليدين وتغطية الفم كما سبق ومنها عدم الانتقال من مدينة إلى مدينة لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سمع به فلا يدخل فيه ومن كان فيه فإنه لا يخرج من المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يحمينا شر هذا الوباء ومما يستعان به أيها الإخوة الإكثار من الدعاء ومن أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم التي وردت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجزام والورس ومن سيء الأسقام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الوباء. وعلى المسلم أن يعرف أنه إذا نقل هذا المرض إلى غيره فإنه قد تسبب في إهلاك نفسه ولا شك أن من حماها فإنما حمى النفوس كلها. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.